هنشوف بقى مع حضرتكم دلوقتي تقرير عن عزبة الأهالي في القناطر الخيرية. العزبة دي بعيدة عن القاهرة حوالي 25 كيلو، بتعتبر أكبر تجمع لزراعة الزهور ونباتات الزينة في مصر، ومش بس بقى يعني إنها لينا والاستهلاك المحلي يعني، لكن كمان الزهور والنباتات النادرة والجميلة جدا دي بيتم تصديرها للخارج، فبتشتغل بقى على عملة صعبة. خلونا نشوف عزبة الأهالي بالقناطر الخيرية ونشوف الصورة الحلوة بقى، الورد والنباتات والحاجات اللي هي النادرة واللي بتشتهر بيها هذه العزبة وليها مردود كويس اقتصاديا على المستوى العالمي. نتابع التقرير ومنه الفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. على مسافة ما يقرب من 40 كيلومتر من القاهرة هتلاقي عزبة الأهالي، وهي بورصة الزهور اللي اشتهرت بأصحاب المشاتل والزروع في مصر، ومنها بيخرج الورود والنباتات بشتى أنواعها للتصدير للخارج وللمحلات والفنادق. تمتاز طبعا القرية بتصدير شتلات الورود، طبعا ليها باع طويل من زمن طويل، اللي هي بتنتج الورد للقاهرة الكبرى والتصدير للخارج. الشتلات بتاعته بتيجي من هولندا، بتصدر، بتشرف عليها، بتوصلنا لها حد هنا. احنا بنساعد السياحة الزراعية في القاهرة الكبرى، كل الناس الرواد بيجوا هنا يتعلموا زراعة الورد والإنتاج وطريقة المعالجة. في الأرض الساحرة دي تمتلك مصر أكبر ثروة من الأشجار والزهور النادرة، لكنها مهملة وغير مستغلة. احنا بنصدر على السعودية، الإمارات، جميع دول العربية بنصدر لها جميع المنتجات، يعني جبس فيلة، جرزنطم، ورد سوب، ليليم، جميع المنتجات اللي احنا بننتجها بتصدر بره. الشتلات بنجيبها من هولندا من تجار بيدوها لنا بسعر اعلى ما هي موجوده بره، فاحنا عايزين يعني نتكامل في جزئيه ان احنا كلنا نبقى على مجال واحد، يعني نشتغل في المجال ده، بيشغل حوالي اكتر من 6 او 7 مليون واحد في المجال ده، فاحنا عايزين يعني يبقى يعني بلد زي دي عايزين نطورها اكتر ما هي، نزود الفلاح باكتر من كده. عزبة الأهالي هي المركز الرئيسي لزراعة الورود على مستوى الجمهورية، وتمتد مشاتل الورد والزهور على مساحة 150 فدان، وهو ده اللي خلاها محط أنظار لكل العاملين في مجال الورد. آية القاضي، الحياة اليوم.